الله اكبر عليك ما شاء الله الله اكبر. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدا الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديده عن عيله الجمل. قبل ما نروح للفيديو، عتاب بسيط لكل الفانز، عاوزين جيش فانز برنس مصر ينزلوا دلوقتي ويعملوا لنا لايك، وبنتمنى تشوفوا الفيديو للنهايه. يلا بينا نبدا. هنكمل مع العيله في دبي، واليوم معانا ندى واحمد في الملاهي المائيه، وده لاول مره. طبعا مش هننسى حوده وسلمى وكمان اولادهم، لكن التصوير كان على اساس ندى واحمد. الاول مره يا جماعه مستر احمد يركب الزحليقه المخيفه جدا دي، وكان حرفيا مرعوب منها، ودي كانت اول لقطه معانا. وبعدها ظهرت جلجل في اول الفلوج بالمايو الجديد، وكانت اموره قوي. زي ما كلنا شايفين هنا سلمى وحوده كانوا جنب الاولاد اصاله وهند، وجلجل كانت بتلعب في الملاهي مع فيروز وحياه. تعالوا بقى لخوف بيبي حياه، اكيد كلنا عارفين حياه بتخاف قد ايه من اللعب دي، عشان كده كانت مخضوضه جدا من الزحليقه. وزي ما قلنا احمد قال لفيروز العبي هنا عشان ما نبعدش، وده لان اصاله وهند بره في الملاهي. تعالوا بقى للكياته والحلاوه بتاعه بيبي اصاله، ما شاء الله عليها، والاول مره بيبي اصاله بتلبس مايو، بجد كانت جميله قوي. يا ريت كل الفانز يقول ما شاء الله على بيبي اصاله. تعالوا معايا نشوف مقطع صغير لبيبي اصاله ونرجع تاني على طول. عاوزين مستر احمد يشاركنا في فيديوهات تاني لبيبي اصاله لانها وحشتنا جدا. مستر احمد كان بيلعب الزحليقه دي مع حوده، لكن قال انه عاوز يلعبها مع ندى جلجل. تعالوا نشوف جلجل واحمد وهما بيلعبوا في الملاهي. وزي ما شفتوا بجد حسينا اننا معاهم في الملاهي وكمان اتبسطنا. تعالوا بقى نضحك شويه مع مستر احمد وندى جلجل. جلجل هنا كانت بتحاول تلعب اصاله، مستر احمد قال لها انت هبله يا جلجل. ندى قالت له انا شفتهم بيعملوا كده. اخيرا احلى لقطه لاحلى اب، مستر احمد كان بيحضن بيبي حياه ويطمنها ويقول لها انت قويه وما بتخافيش خالص زي هالك وكمان سبايدر مان، وده لان حياه كانت بتعيط في الالعاب. عشان كده مستر احمد لبس اللايف جاكيت ونزل يلعب في الملاهي مع فيروز وحياه. ولو شفتوا الفلوج اللي فات قلنا فيه ان لسه في فلوجات جايه كتير في الملاهي. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهيش سؤال الفانز الفيديو اليوم، هو ظهر معانا اسم تيتو في الدقيقه الكام؟ شوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان اسامي الفانز. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.